الآن المحصلة النهائية في مسابقة الكأس لحسم هذا اللقب، والكل يترقب. هل ينجح الفريق؟ انتظرونا لمتابعة أحداث هذه المباراة ومعرفة الإجابة. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، هنا ملعب لوسيل ومعكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نلتقي لمتابعة نهائي بطولة كأس العالم. المونديال يصل إلى محطته النهائية، محطة الاحتفالات ورفع الألقاب. هنا مباراة تلعب على كل شيء، هنا مباراة من أجل التاريخ، من أجل المجد والذهب، هنا مباراة ستشهد على تاريخ ونسجله بالتأكيد وندونه ونستمتع بهذه الأجواء الرائعة والمباراة الكبيرة. المغرب في مواجهة البرتغال. وصلنا إلى النهائي الكبير مشاهدينا، وصلنا إلى المباراة الكبيرة في كأس العالم، مباراة تلعب على الأعصاب وتتلاعب بها، مباراة تحبس الأنفاس وتنطلق بالتأكيد هذه المدرجات بمشاعرها وبفخرها، مباراة لا تحتاج إلى تقديم، يكفي أن نقول أن الفائز اليوم سيكون بطلا لكأس العالم. هذه تشكيلة الفريق تظهر الآن على الشاشة. الفريق راح يعتمد على طريقة الأربعة خمسة واحد الهجومية في مباراة اليوم. وضح على الشاشة تشكيلة المنتخب البرتغالي. فريق ممتاز في مسألة الضغط العالي في كل مكان في أرضية الملعب، عند فقدان الكرة يتحول تكتيك الفريق سريحا بالضغط حتى لا يمد الخصم أي وقت ولا مساحة للتبكير ولا للتمرير بشكل سليم، وبالتالي يحصل على الكرة مرة أخرى. هذه تحياتي محدثكم فارس عوض، اسعد بصحبتكم اليوم في التعليق على نهائي المونديال القطري، نهائي بطوله كاس العالم، والذي يقام هنا على ملعب لوسيل، والذي يبدو في حله رائعه واجواء غير عاديه تستقبل هذه المباراه التاريخيه. الامال عريضه، الطموحات كبيره، التوقعات لا سقف لها، الكل الان يحبس الانفاس، نحن هنا نطمح لأن تكون تغطيتنا على قدر الحدث الكبير. المغرب في مواجهة البرتغال. وصلنا إلى النهائي الكبير مشاهدينا، وصلنا إلى المباراة الكبيرة في كأس العالم، مباراة تلعب على الأعصاب وتتلاعب بها، مباراة تحبس الأنفاس وتنطلق بالتأكيد هذه المدرجات بمشاعرها وبفخرها، مباراة لا تحتاج إلى تقديم، يكفي أن نقول أن الفائز اليوم سيكون بطلاً لكأس العالم. شوف الآن تظهر فعالية الضغط العالي. في توقيت مثالي يتدخل ويعترض الطريق. سفيان بوفال. أوه، فرصة هدف. حكيم زياش، فرصة قد تشكل خطورة. كرة هدف في هذه اللحظات، نجحوا في إبعاد الخطورة، تركيز عالي من الدفاع. حكيم زياش، تدخل ممتاز، الخطورة تنتهي الآن. برونو فرنانديز، وصلت لحكيم زياش.
تساعدهم في النتيجة. كرة مع البرتغال. أوتافيو. برونو فرنانديز. الحارس كان متمركز بشكل جيد، لم يعاني في هذه الكرة. سفيان أمرابط. الفريق الآخر يبعد الكرة. يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. ينجح في اعتراض التمريرة. جواو فيليكس. بيرسل الكرة بدون تعقيدات في الاعتراض. هل تكون الركنية فرصة للتقدم في النتيجة؟ ركنية تنفذ بشكل قصير. هنا مع روبن دياز. يا الله على التدخل في هذا المكان. أشرف حكيمي. وصلت لحكيمي. كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. يوسف النصيري. تسلل موجود، تعلن عنه حكمة المباراة. أوتافيو. تدخل هنا ناجح ويستعيد الكرة. انظر إلى البينية الحاسمة هنا. الكرة في المرمى. هدف في نهائي كأس العالم. يأتي الهدف الأول، يفتح بوابة اللقاء. انظر إلى الاحتفالات. الله على اللقطة. شوف الهدف مرة أخرى. بينية خطيرة، لعبت بشكل سليم. لكن المميز في الهدف كيفية التعامل مع ضغط الخصم قبل لعب الكرة في الشباك. أظهر قوة كبيرة في اللقطة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. والخطأ موجود هنا، وسيكون هناك ضربة حرة. تمريرات متتالية بشكل جميل. تدخل جميل من اللاعب. الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. الآن التفكير في الخيارات المتاحة. حكيم زياش. تدخل قوي هنا في البوكس. نحتاج إلى تمريرة تصنع الفارق في توقيت مثالي. انظر إلى هذا التدخل. ينطلق بكل قوة في مناطق الخطورة. تدخل قوي مثالي في هذا المكان. أوتافيو. كرة خطيرة على المرمى. تصدي ممتاز. حكمة المباراة تعطي الأفضلية. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. وفي هذه الأثناء ينتهي الشوط الأول من المباراة هنا في ملعب لوسيل مشاهدينا. مع ضربة بداية الشوط الثاني من نهائي المونديال. 45 دقيقة لحسم لقب كأس العالم.
هرنانديز. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. تمريرة ممتازة. كرة خطيرة. راية ترفع هنا. لا وجود للهدف. يلغى الهدف في داعي التسلل. قرار صحيح برأيي ولن يتم احتساب الهدف. في تبديل واضح في صفوف المنتخب البرتغالي. بيبي. روبن نيفيز. اللعب حتى الآن بدون استعجال. واضح الهدوء بالرغم من أن النتيجة ليست في صالح الفريق. ينجح في اعتراض التمريرة. يوسف النصيري. توغل رائع جدا وثقة كبيرة في التقدم إلى الأمام. فرصة للتسديد. المرمى خاوي. لا مشكلة. الكرة في المرمى بكل سهولة. شوف الهدف مرة أخرى. كرة أكيد سهلة. الطريق مفتوح. لا يوجد أي دفاع عن المرمى. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام. والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. ضغط جيد واستعادة للكرة في مناطق متقدمة. يوسف النصيري. حلو التدخل واعتراض الكرة. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. جالوت. برونو فرنانديز. الحارس يتصدى للكرة بدون صعوبات. الأرقام لا تكذب حقيقة. الفريق يعاني. هذا أمر واضح في مسألة خلق الفرص. الفريق لا يقدم شيء تقريبا في الملعب. أيضا هذا واضح. مشاكل دفاعية. مشاكل هجومية. في رأيي ما عاد في فرصة للعودة في المباراة. راية وصفارة وتسلل. شايف البدلاء وعمليات الإحماء. المدرب بدأ يفكر في التغيير ودخول لاعب الآن في هذا التوقيت. يتدخل ويستعيدها من جديد. تمريرة حاسمة. تصويب لكن بدون تركيز. مرت الكرة إلى جانب المرمى. روبن دياز. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. فرصة لوضع الكرة في الشباك. كان يبحث عن هدف آخر لكن حارس المرمى يتصدى ببراعة. ينفذ الكرة بشكل قصير. اعتراض. فرصة الهدف. مستحيل. هدف على الطاير يسجل الآن. حطها في المرمى. كرة ولا أروع. الله عليك. هدف مذهل من لاعب مذهل في نهاية مذهلة.
نشوف الهدف مرة أخرى، البداية من تنفيذ الكرة الركنية، ثم كانت التسديدة الرائعة، خد وقته فيها، تركها ترتد أولا ثم سددها على الطائر داخل الشباك. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. سفيان بوفال، شوف المساندة، الجمهور يشجع على التسديد، والخطأ تحتسب حكمة المباراة هنا من مكان ممتاز، قد نشاهد خطورة على المرمى. لحارس المرمى، مهارة عالية في الكرات الثابتة. نتابع الكرة من جديد ونشاهد كيفية تسجيل هذه الركلة، أي فنيات كبيرة في التنفيذ، الكرة وكأنها تطير في الهواء، تمر ملتفة من جانب الحائط وتعود إلى المرمى. مباراة من طرف واحد والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. برونو فرنانديز تدخل قوي ومثالي، كرة خطيرة على المرمى، راية مرفوعة هنا وتسلل تحتسب حكمة اللقاء، واضح للجميع بسبب التأخر الكبير وعدم اتخاذ القرار سريعا، وبالتالي خرجت الكرة متأخرة وجاء التسلل. كريستيانو بيعدي بشكل ممتاز، يا عين يا كريستيانو، كرة هدف محقق، لكن الحارس بيقول لا، ردة فعل استثنائية، برافو حارس المرمى. يرسلها قصيرة في اللقطة الماضية، تدخل قوي مثالي في هذا المكان، محاولة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة، بتروح إلى جواو فيليكس، انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. تغيير الآن لمصلحة المنتخب البرتغالي، يوسف النصيري، هذه كرة هدف، مستحيل، مع كل هدف يسجل تشعر بأن هناك حاجة لتسجيل المزيد، متى سيتوقفون؟ نشوف الإعادة ونشوف قوة التسديدة، وضع كل قوته في هذه التصويبة، لم يترك لحارس المرمى مجال ولا فرصة للتصدي لهذه الكرة. بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. تسديدة يا رب، فرصة توسيع الفارق بتضيع الفريق. في اللقطة الماضية يستحق عليه البطاقة الصفراء، خطأ وبطاقة صفراء بدون تردد من حكمة اللقاء، الوقت بدل ضايع، 4 دقائق محتسبة، تدخل ممتاز والكرة تعود الآن من رمية تماس. روبن دياز، ديوغو كوستا، قوة كبيرة في الدفاع عن الكرة،
انطلاقة ممتازة يتقدم فيها. بينية ملعوبة بشكل ممتاز، الله على النظرة، ينجح الحارس في التصدي. سفيان مرابط، وهذه فترة نهاية المباراة التي تعلن عن تتويج الأبطال بلقب المونديال. يا لها من لحظات، أي فرحة، أي استحقاق باللقب الأكبر، بطولة كأس العالم، مباراة التاريخ والإنجاز، انتصر فيها لا حق، مباراة كانت عنوانا لبطولة هي الأكبر في العالم. يا له من إنجاز، ويا لها من فرحة، ويا لها من لحظة تاريخية ذهبية. والآن وصلنا إلى اللحظات المهمة في هذه المراسم، لحظات تتويج الأبطال، لحظات الصعود على منصة التتويج التي كان يحلم بها الجميع منذ بداية البطولة، وصلنا إليها والكل يعيش ما بين الحلم والحقيقة. الآن الحلم الذي تحقق وأصبح واقعاً لا يصدق في هذه اللحظات، الكل يشعر أنه في عالم آخر. أنت لا تصبح بطلاً للعالم في كل يوم، هذه لحظة تتكرر كل 4 سنوات، لحظة من أجل بلد كامل، من أجل فرحة وفخر واعتزاز وتاريخ يكتب، ولحظة خالدة.